من هذه الصورة بدأت القصة. انتشرت هذه الصورة كالنار في الهشيم صبيحة عيد الفطر المبارك، ولاقت رواجاً واسعاً على الفضاء الأزرق ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي. صورة توضح عطلة عيد الفطر في الدول العربية، لتكون الجزائر أقل الأيام احتفالاً بالعيد، يومين فقط. ومن هنا طالب الجزائريون بتمديد عطلة العيد، وهو المطلب الذي تبناه ممثل الشعب من خلال دراسة فكرة تمديد عطل العيد، سواء بقرارات للسلطات العليا أو عن طريق تعديل القانون المحدد للأعياد الرسمية. العيد هي فرصة لالتقاء العائلات، فرصة للتراحم، فرصة لتعميق الأواصر بين أفراد أسرة واحدة، وحنا نعرف بلي الأسرة هي النظام العام. فعطلة تاع يومين في الحقيقة هي ما تكفيش، وخاصة لما تكون يعني عقب انتهاء شهر رمضان المبارك وفيه زيارات يعني متبادلة بين الأقارب، وحنا نعرف بلي الدين الحنيف يتكلم على التواصل بين الرحم. كذلك بالنسبة إلى عيد الأضحى هي كذلك فرصة كبيرة، يعني حقيقة هي شعائر من شعائر الله، وبالتالي يومين هي قليلة. الجزائريين بالنسبة إليهم أهم عيدين هما عيدي الأضحى والفطر، اللي يحتاجوا فيها الزيارات العائلية وصلة الرحاب، تحتاج بعض الوقت خاصة عيد الأضحى اللي يحتاج فيه الضحية فيه ذبح، وبعضهم يذبح في اليوم الثاني وحتى في اليوم الثالث، ولذلك يعني الاعتماد فقط اليوم الأول اليوم الثاني أكيد فيه إجحاف في تحقيق إعطاء هذه المناسبة وهذه الشعيرة، يعني في الحقيقة شعيرة دينية وليست فقط شعيرة مناسبتية، إعطاها قيمتها يمكن يحتاج إلى التمديد على الأقل يومين بعد العيد أو ثلاثة إن أمكن. الفرحة بالعيد مع لمة العائلة والأقارب لا تقدر بثمن، وعليه نواب البرلمان يرجحون كفة الاستمتاع بعطلة العيد على الخسائر الاقتصادية المترتبة عنها. يظهر لي 48 ساعة كانت بالنسبة للعائلات، بالنسبة للإطارات، بالنسبة للموظفين، بالنسبة للغايبين البعاد على مقر سكنهم قليلة جدا للتواجد بمساكنهم مع أهلهم وذويهم للاحتفال بهذه المناسبة، وبالتالي جاء هذا المقترح من هذه الزاوية. مع العمل وتسارع روتين الحياة اليومية، عيد الفطر والأضحى المناسبتين اللتين ينتظرها بعض الجزائريين للالتقاء بعائلاتهم على طاولة واحدة وعودة أهليهم من المهجر لقضاء عطلة العيد بأريحية.